من هذا؟ ما هذا الحيوان العجيب؟ أيها الولد الغريب، هاي فليد تعال. ما هذا؟ هل هو لك؟ نعم، إنه صديقي، اسمه بال. صديق؟ فليد، أنا خائف. تخاف؟ هل هو قريب؟ هل هو قريب؟ نعم. هل يطيعه الأطفال؟ نعم. أتريد أن تلعب معنا؟ نعم، طبعا. هيا 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 أين هو؟ سيباستيان، تسبح جيدا. اعتقدت السباحة في البحيرة، لكنني أفضل البحر. لماذا لا تحاول الغوص؟ أنا الوحيد الذي يستطيع القيام بذلك. هناك كهف في الأسفل، تستطيع رؤيته إذا غشت في العمق. ما الأمر؟ لست مضطرا للغوص. أنا الوحيد الذي يستطيع القيام بذلك هنا. لماذا لا تتوقف؟ لا بأس يا بال، لا تخف، سأكون بخير. هو ذا البطل. فليد سيقوم بالمحاولة. عظيم 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 يا فليد. دورك الآن. ما بك يا سيباستيان؟ هيا سيباستيان، لا تقلق يا بال. Thank you.
توقفوا، لا يمكنكم الهرب، هل تسمعون؟ فليت اخرج. لماذا أجبرت الولد على القيام بهذا العمل؟ ستندم على ذلك، سوف أعاقبك بشدة، أفهم؟ هل أنتم مستعدون؟ سوف أبدأ. وأنت؟ فليت قف جالسا، اسمع، سأخبر والدك إن غطست هنا ثانية. أردت فقط أن أريه كيف أخطف، أردت فقط أن أريه. حسنا، ليذهب الجميع إلى منازلهم. أردنا أن نلعب هنا. على الأكبر سنا أن يعتني بأصدقائه، مسؤوليتك أن تحافظ على سلامتهم. روزيتا، لقد فهمت، لقد فهمت. ونحن أيضا. إنه لا يفهم شيئا ويتصرف كالأطفال. شكرا جزيلا لك. لم أشاهدك هنا من قبل، ما هو اسمك؟ أنا سيباستيان. كوتشي بس. ما ستفعل؟ أحضر الأسماك واتبعني. أسرع. حاضر. ضع السمكة هنا وادخل. حاضر. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. هل أنت صياد أسماك؟ كم هي جميلة. أخبرني، لماذا هذه يا سيدي؟ ستخيف الكل إذا نبحت هكذا يا فوتشي. أنا آسف يا سيدي. بوتشي يحب اللعب قليلا. سيدي أعذرني. أخبريني يا روزيتا، فيليب
لا يحبني، أليس كذلك؟ لا لا أعتقد ذلك. لكنه لا يكلمني أبدا، لماذا؟ أنا آسفة، إنه هكذا مع أطفال القرية أيضا. لماذا لا يخاطب أحد؟ كان لدي أخ اسمه أنطونيو، كان شقيا ويشبهك تماما. جدي كان يحبه كثيرا منذ زمن، منذ زمن أخذته الأمواج بعيدا أثناء العاصفة. بعيدا؟ أين؟ هناك حيث كنت تغوص اليوم. حاول جدي مساعدته لكنه وصل متأخرا، وذهب أنطونيو إلى الأبد، ومنذ ذلك الحين لا يفعل جدي شيئا ولا يتكلم، حتى أنه لا يضحك. في مثل هذا الوقت من النهار يذهب إلى الشاطئ وينتظر عودة أنطونيو. حتى أولاد القرية توقفوا عن زيارته حديثا ولم يعودوا يترثون به. تقصدين فليت والآخرين؟ أصبح الأمر موحشا هنا. تمنيت أن يسعد بلقياك لكن للأسف. تعال أدخل. حاضر، هيا بنا يا بال. كان كثيرا، اجلس وراكم. أتعتقد أنه لا يمكنني صيد السمك؟ انتظر وسترى، كنت بارئا بالصيد في البحيرة. البحر ما هو إلا سيد البحيرة. شفتني كثيرا، لابد انها سمكة كبيرة. اسحب يا بيل، اسحبني اكثر. تمسك يا بيل، هيا هيا اسحب ايضا. هيا هيا، السمكة اخذت الصمت. اسحبني اكثر، هيا اكثر. هيا بسرعة، هو أكثر.
إلى رجلي سوف تفاجأ. أوه؟ هل أنت لوحدك يا جدي؟ إلى أين ذهب سيباستيان؟ أليصطاد؟ أنا توقفت عن الغوص اليوم حتى أولاد القرية. ابتدأ الريح في الجو وأصبح الأمر صعبا. سيكون الأمر فظيعا عندما يأتي المد. ماذا يفعل سيباستيان؟ لقد تأخر، تأخر كثيرا. بل ما الأمر يا بل؟ أين سيباستيان؟ جدي جدي سيباستيان سوف سيباستيان. أقفز أقفز بسرعة أقفز.
هل تشعر بالدفء؟ نعم أنا بخير. أنا سعيدة. أنا مدين بذلك لكريب الذي أنقذني، لكنه بدا غاضبا عندما جاء لمساعدتي. هل كان غاضبا؟ لا، ولكنه لم يستطع مساعدة أنطونيو، فكان يريد مساعدتك بكل قواه. أنا سعيدة، سيتحسن جدي هذه المرة وربما عاد إلى حياته الطبيعية. أنا سعيدة. فيليب، شكرا لك يا فيليب. هل فهمت رهبة البحر يا سيباستيان؟ إياك أن تجازف مرة ثانية، إنه يغضب فجأة ويهدأ فجأة. إنه مثلك يا فيليب. البحر هادئ جدا الآن يا سيباستيان، سأذهب لصيد الأسماك في الليل. هل فهمت البحر الآن؟ هل ستأخذني معك أيضا يوبي؟ لنأخذ فليت والآخرين أيضا، ما رأيك؟ هكذا عاد فيليب إلى سابق عهده، عاد يستقبل الأولاد ويدعوهم لمرافقته في صيد السمك. عندما تعرض سيباستيان للغرق في البحيرة، انطلق فيليب العجوز لمساعدته وانتشاله، وعاد فيليب إلى سابق عهده يستقبل الأولاد ويدعوهم لمرافقته في صيد السمك. إلا أن حنين سيباستيان لرؤية والدته والتعرف إليها كان يدفعه دوما للوصول إليها بسرعة، وهكذا انطلق في الطبيعة الجميلة نحو جبال